السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألف مبروك خماسية أو خمسة وخميسة بتكسر أنف المغرور المتعالي باتريس كارتيرون اللي انشغل بأنه يتكلم عن النادي الأهلي أكتر ما أنه ينشغل بفريقه. أعتقد عرض السد لو جالك حاول تهرب يا ولد، اهرب يا ولد، لأن أعتقد في كل مكان هتلاقي الأهلي ليك بالمرصاد، في كل تصريح، في كل مباراة حضرتك كنت بتتمنى مواجهة النادي الأهلي. أهلا بيك وبكل اللي مشيوا وراك وقالوا إن هم بيتمنوا مواجهة النادي الأهلي. إيه رأي حضرتك في النادي الأهلي؟ أنا مش عايز جميل النادي الأهلي تزرع التلاتة، خلونا نفكر في الخمسة. أكيد كنا محتاجين السادس، أكيد حسين الشحات في الكرة الأخيرة بنقول له حسين العب عرضية، لكن هو حب إن هو يشارك في الاحتفال ويجيب سادس حقه، فما جاتش السادس فانضمهم لنادي الخمسة. أنا عايز أشوف احتفالات خالد الغندور لما طلع بعد مباراة سان داونز يتكلم عن مباراة ودية ويقول أصل إحنا كسبنا خمسة والفريقين اللي في ملعب الخماسي الاتنين رافعين إيدهم خمسة، طب كسبتوا خمسة المهزوم كمان بيتباهى بالخمسة. على العموم ده التاريخ وده العادة، نادي الزمالك وجماهيره يفرحوا بمنافسين النادي الأهلي فيجي النادي الأهلي يردها لهم فيهم. الأهلي بيفوز بخماسية عالمية، الأهلي بيفوز بخماسية، ولولا ركلة الجزاء بتاعت محمد عادل اللي واحمد الغندور اللي قاعد في الفار كان زمان نتيجة 5-1، لكن كان مهم جدا يرجع نادي الزمالك عشان ما تبقاش النتيجة ساحقة، لأنهم لن يتحملوا النتيجة الساحقة، ولكن برضو هي 5-3 نتيجة ساحقة. ركلات جزاء النادي الأهلي ركلات جزاء صحيحة 100%، ومش محتاجة تدخل فار. ركلة جزاء نادي الزمالك اعتبروا حمدي فتحي احد لاعبي نادي الزمالك، علي معلول يضرب رجل حمدي فتحي، سيف الجزيري مع الكحه يقع، تتحسب ركله الجزاء تعيد نادي الزمالك وتدخله في اجواء المباراه 5-2، ويحصل تغيير اصابه بدر بنون فينزل محمد هاني يلعب في غير مركزه، فيتم استغلال وجود محمد هاني وعدم قدرته على انه يدافع بشكل كويس في مركز السنتر باك، يستلم اوباما يريح لاشرف بن شرقي الغائب تماما عشان بيظهر في اللقطه دي فقط لا غير، عشان يحاولوا يحسنوا من وجه نادي الزمالك في المباراه دي. مباراه بالتاكيد بتقودنا للاعبين كبار، كان سهل جدا انا بالنسبه لي انك تراهن على لاعبين زي محمد شريف، زي لاعب علي معلول، زي محمد الشناوي، طبعا الرهان عليهم هو رهان على حصان كسبان، لكن بفضل الله كنت دايما براهن على عمرو السوليه وايمن اشرف. عمرو السوليه الناس كانت بتقول عليه مش بتاع مباريات كبيره برغم انه تسجيله في 3 نهائي دوري ابطال، لكن النهارده انا اتاكدت ان عمرو السوليه مش بتاع مباريات كبيره، لان الاسيست اللي عمله عمرو السوليه ده اسيست ملعب خماسي، لما يكون فريق في الجامعه رايح يلعب مباراة ودية مع فريق في تانية اعدادي، تقدر لعيبة الجامعة بحكم كبر سنهم وبحكم خبراتهم يعملوا الكرات اللي زي دي في نوع من انواع اظهار المنافس ان هو اقل بكتير من فكرة ان انا اعاني في فكرة ان انا العب كرة عادية جدا، لا انا لازم العب بكعب رجلي مزدوجة كده، وهو الكرة رايحة لمحمد شريف بقول له ابوس ايدك حط عشان الاسيست، ابوس ايدك حط عشان الاسيست، فمحمد شريف يحط عشان يثبت لنا ان بالفعل عمرو السوليه لاعب مش بتاع مباريات كبيره، لان اصبحت مباريات الاهلي والزمالك مش مباريات كبيره. نادي الزمالك 27 نوفمبر، نادي الزمالك دور اول، نادي الزمالك دور ثاني، نادي الزمالك الدوري الجديد دور اول، 4 مباريات لبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي بيقود فيها النادي الاهلي في كل مباراه للفوز على نادي الزمالك، وما زال البعض شايفين ان المدرب سيء. بالتأكيد في مميزات وبالتأكيد هناك عيوب، دي طبيعة اي مدير فني، لكن لما يكون عندك مدير فني في 4 مواجهات متتالية مع نادي الزمالك مش قادرين يحققوا اي نتيجة فوز، اقصى احلامهم ان هم يتعادلوا معاك، يبقى ده مدرب كبير بغض النظر عن وهو مدرب لسان داونز امام الزمالك، انا يهمني وهو مدرب للنادي الاهلي. انتصار بخماسية من وجهة نظري، والناس اللي على راسي من فوق اللي عرضوني بدأ من استبعاد كهربا، بدأ من استبعاد لاعب لم يلتزم بتعليمات المدير الفني، فأصدر المدير الفني تعليمات تقول له أنا هنا المدير الفني ومش هسمح بأي فكرة خروج عن النص أو خروج عن التعليمات اللي أنا اديتها، فكان لعيبة في الملعب ولعيبة في القائمة ومعسكر هادئ وكله تركيز، فكانت المحصلة إيه؟ النتيجة دي. القرار ده من وجهة نظري برغم إن جماهير انقسمت عليه لأنهم بيحبوا لاعب اسمه كهربا، بقول لهم حبوا عمرو السوليه، حبوا محمد شريف، حبوا اللعيبة اللي لعبت
النهارده وقدرت تسجل، حبوا علي معلول، حبوا كل لعبتكم وحبوا كهربا، بس حبوا الاهلي قبل اي حد، لان دايما الاهلي وتراثه معلمنا ان لما يكون في خلاف بين مدير فني ولاعب اوتوماتيك بتكون مع المدير الفني، بتكون مع الهيد كوتش. لكن اللي حصل اليومين اللي فاتوا كان يومين صعبين جدا، لدرجه ان في بعض الناس لما النتيجه اتحولت لخمسة ثلاثة لسه ما زالوا بينتقدوا المدير الفني. بالتاكيد انا وجهه نظري قلتها بين الشوطين، كان يطلع بيرسي تاو فقط لا غير، وضيف قطع اسمها حسين الشحات او احمد عبد القادر، وان كان حسين الشحات هو الاقرب لنظرا لخبراته، ولكن تغيير محمد مجدي قفشه كنت شايف من وجهه نظري ان هو قرار غير موفق، لكن ده طبيعي. لكن بدايه الطريقه وانك تلعب بثلاثة 4 3 وتستغل ده، وانك تحافظ على انك هتلعب ب 3 4 3، ما ده قرار مدير فني، قرار مدير فني وصله في النهايه ان هو يطلع الشوط الاول كسبان 3 0. بالتاكيد لازم تاخد المباراه كلها 90 دقيقه على بعضها. إصابة بدر بنون ما كانتش في الحسبان، خروج أيمن أشرف كان من أجل إنذار، وبدأ يقلق من بعد ركلة الجزاء إنه وارد جدا يتم كمان إن نحاول نراضي أو نجمل الشكل بطرد لأيمن أشرف، فبالتالي قلق على أيمن أشرف وخرج أيمن أشرف. إصابة بدر بنون كانت هي المؤثرة بنزول محمد هاني اللي بيلعب في غير مركزه، وده بيدفعنا إن ممكن رامي ربيعة وجوده في القائمة في حالات مثل هذه المباريات ممكن يكون أفضل، ولكن هو شايف إن كان سنتر باك واحد زي ياسر إبراهيم هو الأفضل. ولكن في النهاية هو في النهاية انتصار، انتصار على مدير فني وفريق البعض من جماهير النادي الاهلي كانوا بيشوفوا ان هو فريق قوي، وبالتاكيد كامل احترامنا لفريق نادي الزمالك، ولكن احنا احترامنا لفريق النادي الاهلي اكبر بكتير، لان بالفعل النادي الاهلي هو اقوى اسكواد. بالفعل نتيجه النهارده نتيجه كان الموفق فيها نادي الزمالك عندما عاد بركله جزاء من ضرب علي معلول، قدم حمدي فتحي قحت اي لاعب في النادي الاهلي، وقع سيف الجزيري، فمحمد علي صفر انذار مستحيل. وانا كنت قاعد بتفرج ان احمد الغندور هيستدعي محمد عادل، لدرجه ان اللقطه اللي كانت من ورا المرمى مخرج المباراه ايا كان من هو اهلاوي زملكاوي خماسي الاخراج اللي كانوا بيقولوا عليهم، اول لما جت اللقطه اللي ورا المرمى اللي هتبين رجل علي معلول في رجل حمدي فتحي قطعوا الصوره، وبالتالي احتسبت ركله جزاء. وفاز معايا في الاستفتاء الناس اللي قالت ركله الجزاء هتكون في اخر نص ساعه، كنت عامل استفتاء على تويتر وناس كتير بنسبه 18% فقط لا غير اللي توقعوا ركله جزاء نادي الزمالك في اخر نص ساعه، ال 18% هم الافضل من ال 48% اللي كانوا بيقولوا ان ركله الجزاء في اول نص ساعه كعاده مباريات نادي الزمالك. لكن فوز مهم جدا بيضع النادي الاهلي في الصداره بتسع نقاط، واعتقد نادي الزمالك حاليا في المركز الخامس بخماسيه. خماسيه بتضاف لخماسيات كتير سنه 37 و38، النادي الاهلي في ظل 12 شهر تقريبا فاز 3 خماسيات، يمكن ده كان اختراع كولونيا 3 خمسات في السن في الوقت ده، الله اعلم هبقى راجع تاريخ كولونيا 3 خمسات دي جت منين، لكن النهارده خماسيه اخرى في شباك نادي الزمالك تضاف لتاريخ الخماسيات في مرمى نادي الزمالك، برغم ان احنا مش في شهر سبتمبر لكننا في شهر نوفمبر، لان خماسيات الزمالك دايما بتاتي في شهر سبتمبر، ولكن النتائج الكارثيه دايما تاتي في شهر نوفمبر. اهلا بيكم باحتفال من هنا لغايه يوم 27 نوفمبر بالنادي الاهلي، خليكم وراء النادي الاهلي، كفايه تكسير في فكره المدير الفني، مش لازم يكون 100%، مفيش مدير فني 100%، ولكن في النهايه المدير الفني ده قادر يتفوق معنويا على الخصم، ولازم تلعب على ده، لازم تلعب على ده، لازم الجيل الحالي اللي اتجدد تماما من نادي الزمالك يبقى زي الجيل من 2006 ل 2012، يبقى نازل محتاج ان ميدو يجيب له اغاني واهداف نادي الزمالك في الثمانينات والستينيات عشان يقدر يشوف ان هو قادر على مواجهه النادي الاهلي، ابنوا على ده وخليكم ورا النادي الاهلي، انسوا اي تغييرات ممكن تكون مضايقاكم خاصه خروج مع محمد مجدي قفش او خروج محمد شريف والعمق الهجومي بنزول طاهر، لكن اهم حاجه الخماسيه دي توصل رساله الثقه، الحرب النفسيه اللي تلعبها مع المنافس وتقول له ان انا خلاص عقدتك عادت مره اخرى، خلاص هنتصر عليك في اي مواجهه، انسى فكره ان انت في وقت من الاوقات حلمت ان انت تكون قريب مني كتف بكتف. اعتقد 4 مباريات على التوالي ان شاء الله الخمسة على التوالي يكون فوز النادي الاهلي في مباراه الدور الثاني، واتمنى كارترون ما يروحش السد القطري عشان يعيش حاله الهزيمه بعد كده امام بيتسو موسيماني، عشان لما يجي يتكلم عن النادي الاهلي يبقى يتكلم وهو مربع ايديه ووشه في الارض. ما بحبش المدرب المغرور، وكارترون لما كان مدرب في النادي الاهلي انا ما كنتش بحبه للامانه، المدرب
بالنسبه لي معايا خلافات كتير جدا جدا جدا، حتى وهو بيصل للمباراه النهائيه مع النادي الاهلي كنت بتمنى رحيله قبل المباراه النهائيه، لان مدرب بالنسبه لي فاضي. يا جماعه ما تضخموش المدربين على حساب فرقتنا وعلى حساب مديرنا الفنيين. لو هو مدرب قوي ليه ما خدمش نفسه امام بيتسو موسيماني 3 مرات متتاليه؟ امام بيتسو موسيماني 2-1 واحنا ناقصين 6 لاعبين، امام بيتسو موسيماني واحنا بنلعب وتفكيرنا في مباراه سان داونز وقدر يتعادل بالكتير معانا 1-1، ولولا ركله جزاء رامي ربيع اللي ما اتحسبتش كانت هتبقى النتيجه 2-0، وكان هيبقى هدف فرجاني ساسي هدف شيكابالي. كمان بنتقابل النهارده وبنكسب 5-3، فيا ريت ننتصر للنادي الاهلي لا ننتصر لوجهه نظرنا. الف مبروك للاهلاويه، عيشوا ليله سعيده بل 5 ليالي متتاليه سعيده. وحسنا فعل اتحاد كره القدم المصري ورابطه الانديه ان هو ادانا وقت طويل جدا ونبدا نفكر بعد كده في مباراه المنتخب القومي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لجماهير نادي الزمالك اللي بيكونوا محترمين فكره الخصم او المنافس وهو النادي الاهلي. ونتمنى يعني محاوله اخرى للبعض اللي كان بينتظر للاسف هزيمه النادي الاهلي من اجل اثبات صحه وجهه نظره. يا ريت نحي وجهه نظرنا جانبا ونفكر بس في النادي الاهلي، وفوز النادي الاهلي هو فوز تاريخي بكل المقاييس. حتى لو انت كنت عايز تكسب 8 ايضا ايام ماتش 6-1 كنا طالعين مزعلانين لاننا كنا عايزين نكسب 10، لكن هي دي طبيعه كره القدم. اتكلمت عن ابو جبل في مباراه الزمالك الماضيه والكوره اللي بتقع من ايديه، وقلت على تويتر ابو جبل مش في احسن حالاته عشان يجي اليو ديانج في تسديده يمكن كان فيها توفيق لكن كان فيها عدم تركيز ايضا من ابو جبل. طب دي كان فيها توفيق، انت الزمالك بيرجع بهدف كويس جميل لمصطفى فتحي، هدف على طريقه شيكابالا وهدف شيكابالي، بيرجع اليو ديانج بعدها بدقيقتين يقول الجون الاولاني ما كانش عاجبني، ده جاء في رجل لاعب من لاعبي الزمالك اسمه امام عاشور وانا كنت عايز يجي في رجل محمود علاء، فقال لا انا هلعبها المره دي وارد على هدف مصطفى فتحي، عشان يوضح قد ايه ابو جبل عنده مشكله كبيره جدا في التسديدات. بيتحسب ركله جزاء للنادي الاهلي بطلها علي معلول وبيسجلها، ركله الجزاء الثانيه بطلها عمرو السولية اللي اعتمد، والاثنين حمد المسلوسي ومش عارف ليه ما خدش انذار في الاولى وانذار في الثانيه واتطرد عادي جدا، مش عارف ليه احمد سيد زيزو في ضرب بدون كره محمد مجدي قفشه ما اتطردش عادي جدا، لكن اللي مش عادي جدا او والله برضه عادي جدا ان سيف الجزيري ينط علي معلول يضرب حمدي فتحي تتحسب ركله جزاء. ليه علي؟ ليه علي تضرب علي حمدي فتحي؟ لكن ركلتين جزاء بطل الركله الثانيه عمرو السولية عشان يدخل علي معلول، ولكن يتصدى محمد ابو جبل وهو متقدم يسجل محمد شريف وهو داخل منطقه الجزاء، فيقرر الحكم او الفار الاعاده، فيدخل علي معلول يلعب بجديه ضربه الجزاء الثانيه ويسجل الهدف الخامس. اعتقد النهارده كان في نجوم كتير في النادي الاهلي، ولكن تحفظي على 2 لاعبين كنت اتمنى اشوفهم في مستوى افضل من ده، بيرسي تاو ولما نزل ميكيسوني. اعتقد الاثنين ممكن يكون عندهم خضه لسه من المباريات الكبيره، ولكن كنت اتمنى يظهروا بالشكل افضل من ده، وعشان كده كنت اتمنى فقط لا غير اللي يغير بيرسي تاو، لان اكرم توفيق بذل مجهود خرافي في الجبهه اليمين، الجبهه النشطه جدا لنادي الزمالك اللي فيها اشرف بن شرقي وبالفتوح. كان من وجهه نظري لازم حسين الشحات ينزل من بدايه الشوط الثاني في الجبهه دي ويطلع بيرسي تاو، كنا نقدر نقدم افضل من كده اداء دفاعيا واعتقد هجوميا، ولكن في النهايه فوز تاريخي. شحاته ابو كف عاد اليكم من جديد، خلونا نحتفل وعندنا كلام كتير هنبقى نقوله احنا بقى مع بعض. خلاص هتكلم عن النسخة القديمة، هجيب النسخة الجديدة خلاص يعني، لكن خلونا يا جماعة نركز على فكرة الضغط على المنافس عشان ننهي أي مساحة كان بيدخل منها المنافس ويتكلم عن منافسة بينه وبين النادي الأهلي، النادي اللي دايما صنع من أجل أو انشئ من أجل البقاء على القمة دائما. نشوفكم على خير في لقاءات تانية. السلام عليكم.